انطلاقاتنا متواصلة مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا وشوطنا 21 تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. هذا الشوط خاص بانطلاقة وتحديات الابكار هنا الحقائق والثنين كيلومترات هي المسافة هنا بهذه الانطلاقة على ارضية هذا الميدان. نسير معكم بالانطلاق نسير بالتحدي نسير هنا بالإثارة ونتابع صدارة هذا الشوط هنا والمقدمة وبلشة لأحمد بن سالم بن حمد بن دريف الفلاحي، ولكن أرى المتسللة هناك الظبي حمدان بن حميد الراشدي من تأتينا بهذه الانطلاقة. هذه المباراة كلنا تعويض فن بن محمد بن فن بن عبد الله للمحيري والدماس تشعيب حمدان بن محمد بن غيد الحميري ومصدر لحمدان بن محمد بن طبيب المرارة القادمة بهذه الانطلاقة. الوصول من النايفة محمد بن الشيل بن يطبع العامري وهنا وصول من قبل هنا الدجورة لسلطان بن معيوب بن سلطان بن جابر المطيعي من يأتينا هنا بالدجورة. هذا الانطلاق الجميل القادمة التماس هنا التماس لحمد بن حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي ومن الجانب الآخر هناك غصايب لسالم بن مطر بن هذا الكبي أيضا قادمة لهذا الانطلاق المميز الجميل على شعار بن قرين هنا مع بشرة سالم بن قرين بن علي العوم قادمة أيضا لهذه الانطلاقة الجميلة. ولكن نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة نعود إلى الظبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول حمدان بن حميد الراشدي هي المنطلقة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول هو الصدارة بينما الوصول من البشرة لسالم بن القرين بن علي العمري من يقدم لنا البشرة الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة هناك الوصول من قبل غصايب القادمة لسالم بن مطر بن هذا الكتبي ولكن الصدارة مع الظبي على الصدارة على المقدمة حمدان بن حميد الراشدي المنطلقة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول ولكن الله 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 مبشرة قادمة سلام آخر سلام على هذا الأداء الجميل المبشرة. تهانينا لسالم بن قريم بن علي العمري على هذا الفوز المميز الجميل المبشرة. البداية الأولى المركز الثاني المركز الثالث حمدان بن حميد بن الراشدي المركز الثالث كان الشاهيني يعيد بخميس بن عامر العمري وتأتينا هناك قصايب لسالم بن مطر بن هذا لكتبي من حلت هذا الانطلاق وهناك ترف سالم بن نايع بن سالم بن شاوي الغفري من أتتنا على المركز الخامس. هذه هي النتيجة نعود مع هنا مبشرة وانطلاقتها وتحدياتها الجميلة هنا وفوزها وناموسها هنا المستحق بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا ولحظة وصولها إلى قبل النهاية بدقيقتين 54 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس هنا لسالم بن قرين بن علي العامري على هذا الفوز المميز الجميل وسلام لهاري زاخر دقيقتين 57 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية. توقيت الظبي حمدان بن حميد الراشدي من حلت على المركز الثاني بينما التماس من أتتنا على ثالث المراكز لحمد بن حسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي بثلاث دقائق ثانية واحدة أربعة من الأجزاء من الثانية وغصايد سالم بن مطر بن هذا الكتبي أتتنا رابعا بثلاث دقائق هنا ثانية واحدة وأربعة من الأجزاء من الثانية بينما المركز الخامس ترف لسالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي هنا بثلاث دقائق ثانية واحدة تسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا للجميع.